يلا يا شباب الحين يا شباب راح ندش المسجد، ولازم نعرف قبل ما ندخل المسجد، لان المسجد بيت الله عز وجل، لازم نعرف شنو آداب دخول المسجد. تمام؟ اول ادب من آداب دخول المسجد اثناء الذهاب الى المسجد انك تمشي بسكينه ووقار، لان النبي عليه الصلاه والسلام يوم الايام سمع صوت ناس قاعد يركضون مسرعين يبي يلحقون على الركعه الاولى، فسوى يوم خلص الصلاه فعلمهم وقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه، السكينه اللي هي عكس العجله، تمشي على الراحه، تستشعر انك راح توقف بين يدي الله، فعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اذا لحقت عليه صل، واللي فوتك تغضيها، طافتك ركعه تصلي ركعه، فما يصير تركض وقت روحتك للمسجد. ولما تدخل المسجد تدخل باليسار؟ لا لا يمين. تدخل باليمين، حلو ما شاء الله عليكم. ولما تسكت وانت داش ولا تتكلم تقول شيء؟ تقول بسم الله، تسمي تقول بسم الله ما شاء الله عليك، وبعد تقول تصلي على منو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام تصلي عليه تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وتدعي تقول اللهم افتح لي ابوابه رحمتك. رحمتك، احسنت. واول ما ندش نقول شنو اول ما ندخل؟ نقول دعاء، نقول احسنت. وبعدها نقعد ولا نصلي؟ نصلي سلام المسجد. احسنت، من آداب المسجد انك ما تقعد على طول، تدخل تصلي ركعتين، ركعتين هذيل اسمهم تحية المسجد. هذه ايوه تحية المسجد، احسنت. واهم شيء وتكون ريحتك بعد طيبة، لازم الله قال خذوا زينتكم عنده كل مسجد، شلون تكاشخين معطرين شحالاتكم، هذا انسان لما يروح المسجد لازم يتادب مع الله عز وجل، يكون ريحته طيبه ولا يؤذي المصلين، لان يؤذي المصلين راح ياخذ اثم. هذول مو ناس عاديين، هذول المصلين وجايين في بيت الله عز وجل. عبد الرحمن واللي ياكل واللي ياكل، احسنت، ما يصير تاكل بالمسجد ولا تشرب ولا حتى تبيع وتشتري، المسجد حق الاخره، تذكر الله، تقرا القران، تصلي، تدعي، عدل؟ عادي برا يعني برا مسجد عادي، بس داخل لا. يلا الحين خلونا نطبق آداب الذهاب للمسجد ونقول بسم الله توكلنا على الله. يلا حيا. يلا شباب نروح مسجد، تعال فارس، تعال حبيبي، تعال تعال. وين بتروح؟ بروح اصلي. كلنا بنروح نصلي صح؟ ايه. احنا سوينا؟ ركضنا؟ لا. ومشينا على الراحة؟ مشينا على الراحة. انزين. انت بتروح بيت منو؟ بيت الله. بيت الله عز وجل. هل يصلح تروح حق الملك العظيم وتوقف بين يديه في الصلاة وانت تتنفس؟ لا. ولا تكون طبيعي؟ تكون طبيعي. حلو. فمعناتها شلون روحتك لازم تكون للمسجد؟ طمأنينة وسكينة، صح؟ تبي تلحق شيء طيب، انه ما تبي تفوتك الركعة ولا الركعتين، فشنو لازم تسوي عشان ما تفوتك الصلاة؟ تطلع مبكر صح؟ ويقوم النوم مبكر؟ إذا كان صلاة فيه تقوم النوم مبكر وتزين وتاخذ زينتك المسجد وتطلع مبكر وتكون مستعد، لأن الله يحب اللي يسارعون في الخيرات، اللي يسارعون مو يركضون، لا، يستعد ويسوي الأعمال الخير أول بأول، يستعد للصلاة، مو ينطر لما تقيم أو قبل ما تقيم، لا، أول بأول يلحق على الصلاة، أول ما يذن تلقى رايح المسجد، حلو؟ انزين، إذا تبي تسرع تمشي بسرعة بسيطة، يعني مو إنك تركض أو تهرول، لأن يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شنو سوى؟ سمع ناس قاعدين يمشون بسرعة، ليش؟ يلحقون على الصلاة، فايش قال لهم؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فاللحظة هذه عرفنا شنو الأدب المهم من آداب الذهاب إلى المسجد. صلى الله يسعدنا وياكم. يلا الحين نروح بالسكينة. يلا يلا شباب الحين رايحين المسجد، نقول دعاء الذهاب للمسجد، قولوا معي: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. دائما تدعون الله ينور دربكم، خاصة اذا رايحين حق وين؟ بيت الله عز وجل. وحين ندخل المسجد اي ريل ندخل؟ اليمين. وبعدها نقعد على طول ولا نصلي؟ نصلي تحية المسجد. احسن صلاة تحية المسجد، يلا تفضل.
بسم الله. الحمد لله يا شباب، توفيق من الله عز وجل ان عرفنا آداب دخول المسجد. المسجد هو بيت الله عز وجل، بيت الملك العظيم، اكيد لازم يكون له آداب، وانتم عرفتوها الحين ولله الحمد. فأهم شيء انك مني ورايح تطبقها، حاول كثر ما تقدر ما تنساها زين، واستعين بالله عز وجل عشان ما تنساها. بس ايش رايكم عشان ما ننساها نتذاكرها على السريع؟ قلنا اول شيء انك لما تيجي المسجد قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، تاخذ زينتك، تلبس احسن لبس وتتعطر افضل عطور وتتسبح، اذا واحد مثلا في ريح مو زينه يتسبح زين، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان الانسان يروح المسجد وهو في ريحه مو بزينه. حلو، واذا دشيت المسجد شو تقول؟ تقول بسم الله وتحمد الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتدعيه، تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه من آداب دخول المسجد، لأن المسجد بيت من؟ بيت العظيم، بيت الملك. فلازم تتأدب، إذا كان ملك ملوك الدنيا لازم شنو؟ الدشة تكون لها طريقة زينة، طريقة عظيمة. فكيف بيت الملك ملك الملوك سبحانه؟ تسمي، شنو قلنا احنا؟ تسمي، تصلي على النبي، وتدعي الله عز وجل، تقول بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتدخل بأي ريل؟ يمين ولا يسار؟ تدخل باليمين. زين، ولما تدخل مسجد يصير تزعج الناس؟ هذا يخرب عليك الأجر، ويمكن تأخذ إثم لما تأذيهم. فلازم شنو؟ لازم تكون هادي، مثل ما قلنا لكم قبل شوي، شنو؟ تكون هادي، وإذا بتكلم صوت خفيف، وتذكر الله، ما تكلم في أمور الدنيا. وشنو بعد قلنا؟ تحط تلفونك على صامت عشان لا تزعج المصلين، لأن هذا من شعائر الله عز وجل. والله عز وجل شنو قال؟ قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم سبحانه، ويعطيكم العافية.